كلمة العائلة يلقيها شقيق الشهيد السيد حسن شطح. Excellencies, ladies and gentlemen, good evening. My address will be brief and to the point. I will not bore you with the accomplishments of Mohamad Shatah, but I would like to give you a glimpse of his vision of Lebanon, the way he sees Lebanon in the future. وبعدين ما تخافوا ما راح احكي بالانجليزي. مثل ما عملوا امبارح بالدوكيومنتري راح احكي بلغة الأم وعبركم وعبر لكم عن رؤية محمد لمستقبل لبنان. في مثل هذا اليوم اغتيل محمد شطح، ولكن لماذا؟ لماذا اغتيل محمد شطح؟ من المفجع والمحزن والمأساوي أن اغتياله كان لأجل أفكاره ومبادئه المعتدلة تجاه جميع أطياف الشعب اللبناني. اغتيل محمد لأجل كفاحه الدؤوب للنهوض بلبنان إلى مصاف دول العالم الأول، ليس الثاني أو الثالث بل العالم الأول. لبنان في مصاف العالم الأول. منذ الصغر كان محمد يحلم بلبنان النجم الساطع في هذه المنطقة، لبنان المثل الأعلى للحرية والديمقراطية في الوطن العربي. كان محمد يؤمن باستثنائية لبنان، Lebanon's exceptionalism. لبنان الذي يحتل مكان الصدارة في المحافل الدولية. لبنان الذي يعطي العالم النموذج المثالي للتعايش المتكافئ في الدول ذات الأديان المتعددة. أراد محمد للبنان أن يعطي الصورة المثلى للتعايش المتوازن والمتعادل في الدول ذات التعددية المشابهة للبنان. أراد محمد للبنان أن يكون مجتمعاً منفتحاً على جميع الحضارات والأديان، ذو اقتصاد قوي يعتمد على رفعة جميع أفراد الشعب اللبناني، اقتصاد حر مبني على كفاءة جميع اللبنانيين الذين اجتاحوا مشرق ومغرب العالم، والذين أفرزوا قياديين في الميادين الاجتماعية والأدبية والاقتصادية والسياسية، قياديين اعترف لهم التاريخ بتفاعلهم الإيجابي في المجتمعات التي عاشوا بينها، وكان لأثرهم صدى عالمي في جميع أقصاء الأرض. عاش محمد سنوات الغربة وهو يحلم بمستقبل يليق بلبنان، وكان قلبه دائما ينبض هنا في هذا الوطن الذي آمن به وطنا لكل اللبنانيين.
هذا الإيمان أعاد محمد إلى ربوع لبنان ليناضل من أجله وطناً للجميع يحترم فيه الإنسان والقيم والمعايير والمحبة والسماحة والسلام. أحب محمد شطح لبنان على امتداد مساحته وبكل أبنائه، وعمل لخير جميع اللبنانيين من أي فئة انتموا إليها، مسيحيين ومسلمين. وأحب لبنان بصليبه وهلاله، وهذا كان حال محمد، وهكذا لا يجب أن يكون لبنان دائماً وأبداً. اليوم يحتضن تراب لبنان جسد محمد شطح، ويبقى فكره وروحه ونهجه وحبه للوطن نوراً مضيئاً في مسيرة لبنان. باسم عائلة شطح أود أن أشكر سعادة الدكتور رئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد على هذا التكريم لمحمد، وأود أن أشكر أيضاً تيار المستقبل وكذلك قوى 14 آذار. أدامكم الله لجميع اللبنانيين في لبنان الحالي ولبنان الغد. عشتم وعاش فكر محمد شطح وعاش لبنان.